أصبحت مؤتمرات الشباب متنفسا يعبر فيه الشباب عن أمالهم وتطلعاتهم بكل حرية. فخلال مؤتمر الشباب بأسوان عام 2017 استمع رئيس السيسي لشكوى أحد الشباب بخصوص أزمة مصنع كيما أسوان، ليفاجئه الرئيس بعدها باصطحابه في جولة لأرض الواقع، وذلك لمعاينة الوضع ويصدر قراره بعدها بتطوير محطات معالجة الصرف الصحي بكيما أسوان. الدولة بتحارب وتواجه فيروس سي، والوزير الصحة تفضل افتتح أماكن غسيل كلوي جديدة لارتفاع النسبة في مناطق أبو الريش والمناطق دي كلها، وإحنا نبقى صرف كيما كله في المية اللي بنشربها. وقف الشاب علاء مصطفى وقال شكواه مباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الذي عقد بمحافظة أسوان عام 2017، وذلك عن صرف مصنع كيما في نهر النيل والذي أدى إلى تلوث المياه وانبعاث رائحة كريهة طالما تأذى منها أهالي أسوان على مدى سنوات دون حل جذري من المسؤولين. الحمد لله توجهت طبعا بالشكوى عن مصرف كيما لسيد المحافظ، فكان الرد المبهر من سيادة الرئيس اللي فاجئنا شخصيا بأن احنا نروح محطات كيما نشوف المعالجة نفسها اللي بتعمل الوضع على أرض الواقع. تحبوا كلنا نطلع نشوف ده مع بعض؟ حاضر نروح. ليفاجئه الرئيس السيسي بعدها باصطحابه في جولة لأرض الواقع ومعاينة الوضع، ليصدر قراره بعدها بتطوير محطات معالجة الصرف الصحي بكيما أسوان. إن احنا نعمل معالجة ثلاثية للمية بتاعتنا، مية الصرف، ده قرار استراتيجي خدناه على مستوى الدولة. يعني يعني احنا كنا قبل كده ممكن الناس ترمي يعني كانت المية بتاعت اللي بتخرج اللي اتعملت لها معالجة ومعالجة ثنائية. المعالجة الثنائية يعني تبقى غير صالحة لحاجات كتير وتهدر، احنا قلنا لا، المية ده رزق والمية دي ثروة، فاحنا لازم نستخدمها مرة واثنين وثلاثة بس بمعايير ايه؟ بمعايير عالمية ودولية مش أي كلام. وبعد التوجيهات الفورية لرئيس الجمهورية لم ينقض عام 2017 إلا ومحطة معالجة الصرف الصحي كيما 1 و2 كانت قد دخلتها في الخدمة بعد تنفيذ مشروع إحلال وتجديد أدى إلى رفع طاقة المحطتين إلى 75 ألف متر مكعب يوميا لاستيعاب الصرف الزائد. ده الوفاء بوعد الرئيس، محطات المعالجة الثلاثية تمام. أنا توعدت إن المحطات دي هتشتغل وهتتعمل وهتنزل المية، تعمل المية يتعمل لها معالجة ثلاثية، وفعلا تم التواصل معي مكتب السيد رئيس الوزراء في شهر 11/2017، وتم افتتاح المحطات دي تشغيل المعالجة الثلاثية في شهر 12 برضو 2017، يعني بعد أقل من سنة من كلام مع الرئيس. فأوجه الشكر طبعا لسيادة الرئيس وكل مسؤول هنا ساهم في نجاح المحطات دي وتشغيلها بعد المشكلة اللي احنا كنا بنعاني منها دي، وأشكر الرئيس طبعا ان الوعد نفسه توفى. المشروع الذي لاقى متابعة شخصية من الرئيس السيسي تضمن أيضا تنفيذ محطة كيما 3 للمعالجة الثلاثية بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميا لاستيعاب أي صرف مستقبلي بتكلفة قاربت 235 مليون جنيه. ده الفضل اللي فوق الوعد، دي محطة كيما 3 دي مصممة مش لدلوقتي، لا دي بتستوعب لحد 30 من 30 ل 50 سنة قدام تمام. فدي محطة كيما 3 معالجة ثلاثية برضو، فأنا بوجه برضو الشكر لسيادة الرئيس عليها، وربنا يقدره كده على إقامة العدل بإذن الله في البلد. هذه هي النتيجة في النهاية بعد إجراء الاختبارات والتحاليل، مياه نظيفة بعد معالجتها في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه والاستغلال الأمثل للموارد بتحويل محطات الصرف الصحي إلى محطات معالجة ثلاثية.